يمكن من ضمن الملفات المهمة اللي حصل حواليها نقاش وأفكار خلال فعاليات منتدى شباب العالم هو ملف الأمن والسلم العالمي ما بعد الجائحة، وإزاي يكون في تعاون بين المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب اللي استغل فترة الإغلاق الكلي أو الجزئي في دول العالم المختلفة بسبب جائحة كورونا. خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف الأستاذة وسام صبري، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم ومنسق جلسة الأمن والسلم العالمي ما بعد الجائحة. صباح الخير. صباح النور، زي حضرتك. يعني عايزة أعرف من حضرتك، يعني جلسة الأمن والسلم العالمي أهم محاورها، خصوصا أن هي جلسة جت في وقت مهم جدا ما بعد الجائحة، وده طبعا ضمن جلسات منتدى شباب العالم. تمام، عشان نتكلم في الجلسة طبعا من تعتبر من أهم الجلسات اللي كانت في المنتدى، ناقشت حالة الأمن والسلم ما بعد الجائحة من ناحية تغيير شكل العالم. عشان نتكلم في دلوقتي مفهوم الأمن غير التقليدي، بمعنى إن ما بقاش دلوقتي الدول بتفكر إن الصراعات الداخلية أو الحروب هي الشكل الأساسي اللي هي المفروض لازم تواجهه، لا، إحنا بقى عندنا دلوقتي أوبئة. شفنا دول متقدمة جدا انهارت وانظمتها الصحية انهارت، ما قدرتش ان هي تواجه الوباء، فده خلانا ان احنا نناقش محاور شكل الامن والسلم ايه دلوقتي قبل وبعد الجائحة، وازاي الدول لازم ان هي دلوقتي تتكاتف علشان تعدي المحنة اللي احنا فيها. شكل التنظيمات الارهابية بعد الجائحة ازاي قدرت ان هي تستغل الفراغ ده وتعيد تبحورها مره ثانيه علشان تنطلق مره اخرى وتهدد الدول. اتكلمنا على موقف المهاجرين واللاجئين، معاناتهم ازاي زادت، ودور المؤسسات الدوليه ايه دلوقتي. شفنا بعض المؤسسات الدوليه كان عندها قصور في ان هي تعالج الموقف الانساني، فدلوقتي هل المؤسسات الدوليه قادره ان هي تواجه الأخطار الجديدة اللي ظهرت على الساحة الدولية، ولا محتاجة إعادة هيكلة وإعادة برمجة مرة تانية لأنظمتها الداخلية علشان تقدر إن هي تواجه الآثار الجديدة للأزمات. فدي كانت أبرز المحاور اللي إحنا اتكلمنا فيها، وطبعا كان عندنا متحدثين من أقوى المتحدثين ممكن يتكلموا في نقطة زي كده. يعني كان عندنا سفير قبرص في القاهرة، الممثل السامي لشؤون الحضارات، كان عندنا كان عندنا كمان استاذ او مستر مارتن بابلو، ممثل المفوضيه الثانيه للامم المتحده لشؤون اللاجئين. كان عندنا كلمه مسجله من كارملا كادو، المدير الاقليمي منظمه الهجره الدوليه في مصر. فكان عندنا ده على سبيل المثال طبعا، ليس على سبيل الحصر. لابرز المتحدثين اللي كانوا في الجلسه، كانت جلسه غنيه جدا. وخليني اقول لحضرتك برضو ان كانت توصيات اللي تبناها السيد الرئيس امبارح، احنا كانت خارجه من الجلسه عندنا او من اهم التوصيات، اطلاق استراتيجيه دوليه لتعزيز التضامن الانساني والاجتماعي لدعم السلم والامن فيما بعد الجائحه. توصلنا لنقطه مهمه ان احنا دلوقتي محتاجين استراتيجيه جديده شامله لاداره المخاطر والازمات، نقدر بيها نواجه ازمات جديده يمكن المجتمع الدولي ما واجهاش في الفتره الاخيره، او ما كانتش الحجم اللي شفناه واثر على حياه الملايين البشر في جائحه كورونا. طيب استاذ وسام، يمكن ظاهره الارهاب استغلت انشغال الحكومات المختلفه بمكافحه فيروس كورونا وطبعا الجائحه وما الى ذلك، وقامت بتجنيد الشباب مخاطر ده في الفتره اللي جايه. خليني اقول لحضرتك ان يمكن هنشوف الفتره اللي جايه أعداد أكثر في التنظيمات الإرهابية، أعداد من الشباب هتنضم للتنظيمات الإرهابية، لأن هي استغلت الغضب من الحكومات في عدم توفير اللقاحات، ويمكن حالات الإغلاق خلت إن في حالة من إعادة تمركز الجماعات الإرهابية في إن هي تعيد برمجة دماغ بعض الشباب في خلال فترة الفراغ اللي هي كان العالم كله وقف فيها، تعيد برمجة دماغهم إحنا إزاي ممكن نتجمع مره ثانيه، مصادر التمويل ازاي، الجماعات الارهابيه هتستغل الحاله دي في ان هي اللي هتوفر اللقاحات بطريق مباشر او غير مباشر. فهنشوف تهديدات من اشكال مختلفه،
ف الجماعات الارهابيه دلوقتي لازم يبقى في حاله وعي دولي ازاي ان هي هتقدر او ازاي المجتمع الدولي هيقدر يواجه خطر زي كده. واعتقد ان احنا عندنا في مصر كان عندنا يعني السيد الرئيس تبنى طبعا حاله مكافحه الارهاب من فتره طويله وقطع مصادر الامداد والتمويل ليها. محتاجين وعي اكتر للمواطنين ونشر الفكر ان الفكر الجديد للارهاب اللي هو هيقدر ان هو دلوقتي يجمع او يشمل شباب جديد ينضم لصفوفه، وازاي الخبراء الاستراتيجيين يبداوا يتكلموا للناس احنا دلوقتي هنشوف شكل الارهاب ازاي جديد في المنطقه او خليني اقول في العالم كله باستغلال الظروف الصحيه واللقاحات وعدم توفرها وانهيار الانظمه الصحيه وانهيار بعض الاقتصادات في الدول سواء بقى على دول متقدمه او دول ناميه واللي متعب قادره على مواجهه الحد الاساسي او الحد الادنى من مستوى المعيشه الكويس للناس او توفير مجال صحي لائق ليهم هيخلي الناس يعني هتدور على ملاذ اخر، الملاذ اخر ده قد يكون جماعه ارهابيه قادره ان هي توفر الكلام ده من خلال مصادر تمويل ليها بقى او من خلال ده. صحيح، لان يعني انا مع حضرتك في الكلام ده، لان طبعا يا استاذ وسام احنا دخلنا حروب الجيل الرابع والخامس والسادس والسابع زي ما بنقول، فاكيد تجربه كورونا اثبتت ان العالم في حاجة ماسة للتعاون المشترك. هل أصبح هناك توجه دولي على سبيل المثال للتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب؟ تعاون دولي في مكافحة الإرهاب؟ في طبعا تعاون دولي في مكافحة الإرهاب، بس مش أنا من وجهة نظري مش بالشكل المأمول. خليني أقول لحضرتك أن المصالح السياسية والإرادة السياسية للدول هي المحرك الأساسي لأي انطلاق لأي تعاون أساسي. هل المصالح الدوليه دلوقتي ترغب في مكافحه الارهاب؟ بس احنا خلينا نقول ان برضو ما اتفقناش على تعريف موحد للارهاب. بالظبط، ما فيش مصطلح موحد لمفهوم الارهاب. بالظبط. هل الاراده السياسيه للدول على المستوى الاقليمي او السياسي ترغب في مكافحه الارهاب؟ طب اللي هو شكله ايه؟ احنا مش عارفين شكل الارهاب ايه، بس احنا هنا في مصر خلينا نقول احنا قدرنا نعرف مفهوم الارهاب برضو ان الارهاب والتطرف مش بس الارهاب. الوضع الحمد لله عندنا مستقل، احنا محتاجين احنا في مصر نبدا نتبنى استراتيجيه دوليه زي ما قال السيد الرئيس علشان ننطلق منها نعمل تضامن انساني واجتماعي لمكافحه الارهاب ما بعد الجائحه اللي هو هنشوفه بشكل متقدم او بشكل ما حسبناش عليه الفتره اللي جايه. نقدر ان احنا من دلوقتي نرصد التحركات، نجفف منابع التمويل، نبدا ان احنا نغير فكر الشباب اللي قد ينضم الى هذه الجماعات، ونبدا مش بس كده عمليات بناء وتنميه للبنيه التحتيه لبعض الدول او المؤسسات اللي انهارت علشان تقوم بواجبها يكون بدور لائق يقطع على هذه الجماعات الطريق ان هي تضم لصفوفها او تعيد تمركزها شباب جديد. بشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف الأستاذة وسام صبري، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم ومنسق جلسة الأمن والسلم العالمي ما بعد الجائحة.